تقارير أكتر عن الجماهير ودورها وتاريخها مع النادي الأهلي وتاريخه الأفريقي، لكن خلونا نتوقف مع بعض التفاصيل ونعرف من زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من داخل النادي الأهلي أخبار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. مساء الخير يا شريف. مساء النور أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. اهلا بيك، واحنا طبعا سعداء بمشاركتك ومتابعتك لاخبار وتدريبات الفريق. يا ريت تقول لنا شريف اخر المستجدات ومدى جاهزيه الفريق واهم النقاط اللي دارت النهارده خلال التدريب، وايضا حديث او المحاضره الفنيه اللي سبق التدريب اليوم. يمكن يا استاذ محمد خليني اقول لك، لا صوت جوه النادي الاهلي لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الترجي التونسي النهائي الافريقي. اعلان حاله طوارئ، كلام نهائي من اول ما من باب النادي لحد جوه ملعب، ما حدش بيتكلم غير عن مباراه الترجي، يمكن من اول مدير النادي، مجلس اداره، مدير تنفيذي، مدير امن، كله بيتكلم عن مباراه الترجي. اعلان حاله طوارئ النهارده كان في تجمع اللاعبين الساعه 3 العصر، يمكن التمرين كان الساعه 4، ولكن اتاخر التمرين حوالي 40 دقيقه. ايه الموضوع؟ الموضوع اجتماع مع اللاعبين بقياده الجهاز الفني مستر كاتيرون وكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره لمدة 40 دقيقة، أتكلم فيها عن كل حاجة، نقفل الصفحة الماضية بكل ما تحمله من حلو ومر، نركز في مباراة الترجي التونسي، مباراتين الهدف منهم الحصول على بطولة أفريقيا، التأهل إلى كأس العالم للأندية، ليش علاقة بالتاريخ، مش هنقول إحنا حاصلين على ألقاب كم مرة، التاريخ ما بيلعبش، أو النتيجة في المحصلة في الآخر ما بتقولش مين صاحب التاريخ هو اللي ممكن يفوز ولا لا، الجهد والعرق فقط هم فقط اللي يحسبون هذا اللقب، التركيز ثم التركيز ثم التركيز، الاحترام الشديد لمواجهة الترجي التونسي، احترام الترجي التونسي، ملناش علاقة بكلام الجماهير إن ملعب رادس هو ملعب استاد القاهرة، مفيش الكلام ده خالص، نركز من ملعب مباراة في برج العرب ثم مباراة العودة، نركز الأول في مباراة المباراة الأولى في اسكندرية ثم نفكر بعد كده في مباراة العودة. طب مهم نسألك يا شريف قبل ما تكمل كلامك، كمان في نقطة أعتقد الجمهور أو المشاهدين هيبقوا عايزين يعرفوها منك دلوقتي. هل الحديث بمساحة زمنية طويلة جدا قبل التدريب النهاردة ما يقرب من 40 دقيقة في يعني رؤيتك ومتابعتك للفريق كان سببه إنها حسابات خاصة بالمباراتين القادمتين وإن ده النهائي الأفريقي وحلم العودة لكأس العالم للأندية فقط، أم أنها لها علاقة بحسابات الجهاز الفني عن أداء الفريق في المباريات السابقة وربما يكون لديه قدر من عدم الارتياح في الأداء في المباريات السابقة؟ بص يا أستاذ محمد، الجهاز الفني مطمئن 100% وأنا بطمن جماهير الأهلي بسببين. بالأمس الأهلي ما ظهرش بالشكل اللي هو يليق باسم النادي الأهلي. سبب رئيسي هي مباراة الترجي التونسي، اللعيبة مركزة تركيز شديد في مباراة الترجي التونسي. اللاعبين كلهم تحدي وإصرار على عودة اللقب الأفريقي للأهلي مرة أخرى. عظيم. فظهور الأهلي مظهر لا يليق به بالأمس أو مش بالشكل اللي إحنا متعودين بيه على النادي الأهلي، عشان تركيز اللاعبين العالي جدا في مباراة الترجي. عظيم. في التمرين بعد هذه المحاضرة مش عاوز أقول لك، كله بياكل النجيله معنى الكوره، كله بيموت نفسه في التمرين، كله بيتسابق عشان يخش التشكيله. يعني في روح مختلفة تماما في الاستعداد للنهائي الأفريقي. روح قوية جدا جدا جدا، لاعبي الاهلي تعهدوا مع الجهاز الفني على الحصول على اللقب، تعهدوا على كل على على بذل كل الجهد، مفيش اي تأثير باذن الله الفترة القادمة، هو الهدف واحد، الهدف الحصول على بطولة افريقيا. يمكن المحاضرة كانت طويلة جدا ولكن اثرها الايجابية بدت في التمرين بكل قوة بكل قوة بكل قوة، التركيز الشديد، الالتحامات القوية جدا، يمكن مستر كارتيرون كان بيخفف من كتر الالتحامات، كان بدأ يخش بنفسه ويقول اهدوا يا جماعة، الناس كلها بتتسابق على الدخول في تشكيلة مباراة الترجي التونسي، صناعة تاريخ جديد لهؤلاء اللاعبين، مجد جديد للنادي الاهلي هو الوصول الى كاس العالم، حلم الجماهير كلها بتنتظره، اللاعبين ايضا بتنتظر هذا الحلم قبل الجماهير. طيب كمان مهم يا شريف نعرف منك الحاله جاهزيه الفريق من ناحيه اكتمال العناصر، مين العناصر اللي جاهزه وبتتمرن بقوه، مين اللي بياخدوا حاليا تدريبات تاهيليه وفي فرص لحقهم بالمباراه، يعني كل تفاصيل التشكيل وجاهزيه اللاعبين. يمكن اللي كله متخوف من موضوع الشناوي، النهارده الشناوي هو شريف اكرامي يشاركوا في الجري حول الملعب يمكن لفتره ثم تدريبات الجيم، لكن الشناوي اعلن جاهزيته لهذه المباراه. نبدا الاول، كان في جلسه سريعه مع مستر كارتيرون مع الدكتور خالد محمود يطمئن فيها على اجاييس، ثم كابتن محمد يوسف القائم اعمال مدير الكوره مع شريف اكرامي اتكلم معه حوالي 3-4 دقائق في الملعب، زي ما قلت لك اكرامي والشناوي كان جري حول الملعب ثم تمرينات جيم ثم الخروج من التدريب، علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قويه جدا مع كابتن مصطفى كمال يمكن ظهروا بشكل رائع جدا، يمكن مروان محسن، ميدو جابر، صلاح محسن، السوليه، محمد شريف، احمد علاء، هؤلاء اتمرنوا تمرينات
خفيفه جدا واسترتشات خفيفه علشان خاطر شاركوا بالامس. يمكن احمد فتحي وكابتن ايمن اشرف وحسام عاشور اكتفوا بتدريبات في الجيم تحت اشراف ليندمان. يمكن النهارده اجاييه كان بيقوم باعمال التاهيل مع الكابتن طارق عبد العزيز، باقي اللاعبين مع الكابتن حسين عبد الدايم. هل عندك اخبار اوليه من الجهاز الطبي والجهاز الفني عن الموعد المحدد ان شاء الله لمشاركه اجاييه؟ لا ما فيش لسه لحد دلوقتي، لسه ما اعلنش. في زكه شويه في ركبته بس بدا يجري، وده حاجه مطمئنه جدا جدا جدا. يعني اجاييه الاول ما كانش كان بياخد يعني انا زملائي بيقولوا لي دلوقتي في الكنترول او في غرفه التحكم انه الاخبار اللي عندهم انه خلال 3 اسابيع ان شاء الله، خلال 20 يوم هيبدا ياخد التدريبات الجماعيه مع الفريق، وده خبر طبعا يسعد جماهيرنا انه واحد من العناصر المهمه جدا في الفريق. طب الشكل العام النهارده في تاهيله ممكن يبقى اقل من كده كمان باذن الله، ربنا يا رب كده باذن الله يرجعه، ان الاهلي محتاجه فعلا يرجع بسرعه باذن الله. يمكن باقي اللاعبين بعد تدريبات الكابتن حسين عبد الدايم معاهم تدريبات بدنيه، كان في تدريبات تخصصيه جدا بقى من مستر كالترون والكابتن محمد يوسف، اثنين قصاد اثنين، اثنين مدافعين وقصاد اثنين مهاجمين، وانهاء الهجمه والضغط على الخصم وتسلم والاستلام والانفراد بحارس المرمى، تدريبات تخصصيه علشان خاطر انهاء الهجمه، ازاي ما تضيعش فرص كثيره، ازاي تعرف تجيب جول. يمكن الكل شغال، الكل على قدم وساق، الكل بيتسابق لدخول تشكيله مباراه الترجي التونسي. هل تابعت خلال وجودك في النادي طبعا ومتابعتك لتدريبات الفريق اي لقاءات تمت، اي رسائل تم نقلها او يعني تقديمها للجهاز الفني واللاعبين؟ طبعا عارفين قد ايه الشكل الاحترافي لاداره الامور في النادي الاهلي، لكن بالتاكيد في الظروف الخاصه وفي المراحل الاستثنائيه اللي بتسبق مباراه بطوله زي دي ومباراه مهمه زي النهائي الافريقي، ممكن تكون في رساله محدده وصلت عن طريق لجنه الكره للاعبين، نقلها الجهاز الفني، نقلها القائم باعمال مدير الكره؟ لو في اي رسائل من هذا الشكل يا ريت نتعرف عليه. انا اللي اعرفه متاكد منه ان مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس الاداره وباقي المجلس والكل بيطالب الجهاز الفني واللاعبين بالحصول على بطوله افريقيا، الكل في خلف اللاعبون الحصول على بطوله افريقيا والوصول الى كاس العالم للانديه. عظيم، بشكرك جدا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي ومتابعتك لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للنهائي الأفريقي أمام الترجي التونسي.